المرأة العالمي، وراني هنيكم كامل داخل، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح في مساركم العملي والوظيفي، ونتمنى لكم ان شاء الله مزيد من العطاء. كما الابتدائية بالداخلة باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة من اجل الشكر والامتنان، مناسبة من اجل الاعتراف بالمجهودات الكبيرة اللي تبذلها المرأة الموظفة، المرأة العاملة بهذه المحكمة. هي ايضا مناسبه من اجل الوقوف على المكتسبات، هذه المكتسبات الكبيره اللي بفضل السياسه الملكيه والرعايه الساميه لصاحب الجلاله مكنت المراه من ولوج مراتب جد متقدمه لا على المستوى الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي. وهي مناسبه اتقدم بها جزيل الشكر لجميع المسؤولين في هذه المحكمه وفي هذا القطاع على هذه الاتفاقات الجميله، وأتقدم أيضاً بأحر التبريكات والتهنئات لجميع النساء في العالم، ومن عيد مبارك سعيد. وقالها الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم. وهذه المبادرة فهي كرامة من عندهم، ولكن عندنا مطالب أخرى إن شاء الله غنولي. ما أكرمهن إلا كريم، وما أهنهن إلا لئيم. وبالتالي أي معاملة حسنة مع المرأة، سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو زميلة في العمل، فهذا ينم عن احترام الإنسان لنفسه وللكرم الإنسانية جمعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية كنشكر المحكمة الابتدائية بالداخلة على رأسها السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك على تنظيم هذا الحفل بمناسبة يوم العالمي للمرأة. ومن هذا المنبر كنهني جميع نساء المغرب وعامة وجميع نساء الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، وكنقول لهم عيد مبارك سعيد إن شاء الله لجميع النساء، ومزيد إن شاء الله من التوفيق والنجاح والعطاء. Thank you.